وبركاته. طبعا النهاردة هشرح ازاي تقدر تجيب والدك او والدتك يقيموا معك مدى الحياة او يقدموا على الجنسية الاسترالية. وطبعا في الفيديوهات السابقة لو دخلت على القناة بتاعتنا على الاسم القناة أليكس أستراليا واتفرجت على الفيديوهات السابقة هتلاقيني شارح كيفية ان انت تجيب والدك او والدتك لمدة سنة على فيزا زيارة. النهاردة هنشرح ازاي تجيب والدك او والدتك او تقدم لهم اونلاين على الاقامة الدائمة. طبعا ما فيش اقامة دائمة على طول، بتبتدي بمؤقتة الاول وبعدين الاقامة الدائمة. فهنيجي على الفيزاز هنا ونضغط على getting a visa ونجيب list of all visas. طبعا زي ما قلنا برضو في الفيديوهات السابقة وهتلاقيها على القناة على اليوتيوب، هتلاقي ال visitor visa وشرحناها، وال study visa وال training visa وشرحناها، وال family وال partner visa شرحنا ال partner visa في الفيديو السابق وبرضو هتلاقيها على القناة. النهاردة هنشرح الفاميلي فيزا، والمرة الجاية ان شاء الله هنشرح الوركينج اند السكيلد فيزا، وبعدين هنشرح الريفوجي فيزا اللي هي فيزا اللجوء. طبعا لو دخلنا على الفاميلي زي ما قلنا هتلاقي فيز كميات فيز كبيرة، اوكي، بس الفيز الخاصة كان فيها فيز خاصة بالباتنر فيزا وشرحناهم في الفيديو السابق، والفيزا الخاصة بالوالدين في اللي هو contributory age parent اللي هي subclass 884 هنشرحها برضو الوقتي، وفي اللي هو contributory age parent اللي هي 864 برضو هنشرحها الوقتي. باختصار شديد الفرق ما بينهم ان دي temporary visa فيزا مؤقتة ودي فيزا دايمة، ولكن اللي هي الإقامة الدايمة يعني. طبعا ما فيش إقامة دايمة من غير ما تعدي على التمبرالي فيزا الأول، الفيزا المؤقتة. وطبعا الفيستين دول لازم تكون عارف ان هم اسمهم age parent، يعني ان اللي تقدم عليهم للفيستين دول اللي فوق 67 اللي هي 67 سنة، سبعة فوق اللي هو والدك او والدتك فوق 67 سنة بس. انما لو اقل من كده هتقدم على الفيستين اللي بعدهم وهنشرحهم دلوقتي، بس خلينا نشرح الاتنين الاولانيين دول. التمبرالي فيزا للبيرنتس دي طبعا بتخليك تيجي استراليا تقعد لمدة سنتين، لازم تكون عارف انها مكلفة وغالية جدا، تمنها 33,000 دولار. طبعا المدة بتاعت البروسيسنج بتاعتها مش محددة. طبعا بتخلي والدك او والدتك تعيش في استراليا لمدة سنتين، عايزة تشتغل ستادي تدرس في استراليا، بس لازم تكون عارف ان هي مش هتاخد اي اسيستنت من الجفرمنت، يعني مش هتاخد بينشن معاش، ومش هتاخد خلال السنتين دول بس، ومش هتاخد اي government support، مش هتاخد اي حاجة خلال السنتين دول. طبعا بعد السنتين ممكن تبدأ تقدم على اللي هو ال age parent contributory age parent اللي هي subclass 864 فيزا اللي هي ال permanent residency، وبعدها ممكن تقدر تكون الوالد او الوالدة بقى مع الجنسية الدائمة ويقيم معك مدى الحياة. طبعا علشان تقدر تقدم لوالدك او والدتك على الفيزا دي فيها ليها شروط، لازم you have an eligible child، لازم يكون عنده ابن في استراليا، يكون استراليان مع الجنسية الاسترالية، او يكون مع permanent residency الاقامة الدائمة، او يكون eligible new zealand citizen اللي هو مواطن نيوزيلندي. طبعا be old enough to receive the Australian age pension معايا.
لازم يكون كبير بما فيه الكفاية انه هو ياخد الاستراليان ايج بينشن، اللي هو ياخد اللي هو يكون وصل لسن المعاش يعني. بي ان استراليا لازم يكون برضو موجود في استراليا. طبعا في مواصفات للفيزا ديت علشان تقدر تقدم عليها، نيجي نضغط على التشيك اليجيبيليتي. لازم يكون في سبونسر هو اللي يضمنك ابنك، لازم طبعا تكون في سن المعاش اللي هو في استراليا عبارة عن 67 سنة. لازم you must not have a no further stay condition. okay. طبعا the visa you currently hold must not have a no further stay condition on it. okay. لازم لو انت بتقدم على الفيزا دي تكون الفيزا اللي انت بتقدم عليها ما يكونش فيها no further stay، يعني ما تكونش فيها في فيز بيبقى فيها condition شرط ان اللي هو no further stay، ان انت ما تقعدش تاني، خلاص بعد ما تخلص المدة تمشي. طبعا meet health requirement ودول شرحناهم قبل كده. طبعا meet the character requirement، ودي كلها حاجات طبعا ما يكونش عليه قضايا، ما يكونش عليه احكام. طبعا sign the Australian values، طبعا يكون عارف معاه الكتاب وعنده خلفية عن الحياة، وده طبعا برضو حاجة روتينية. طبعا made the balance of the family test، لازم طبعا تعمل balance test، والبالانس تيست ده اللي هو لازم يكون نص اولادك او اولاد لو اب يعني او ام، لازم يكون نص اولادهم او يكونوا موجودين في استراليا او الاكترية. يعني لو عنده for example 5 اولاد يكون منهم النص 5 يكون 3، يكون 3 موجودين في استراليا ومعهم الجنسية الاسترالية. انما لو واحد بس اللي في استراليا ومعه الجنسية الاسترالية من 5 ما ينفعش. طيب لو 2 برضو ما ينفعش، 3 اوكي، 4 اوكي، لو 5 في الاستراليا ده انت كده تبقى يعني ايه تمام قوي. فده الشرط من الايه، من ان انت تقدم على الفيزا دي. طبعا paid back your debt to the Australian government، طبعا شرط ملوش لازمة، عن حاجة روتينية. طبعا ما يكونش عندك ما خدتش ما تكنسلكش فيزا قبل كده. فدي شرط الفيزا الأولانية اللي هي اسمها 8884، اللي هو 884 temporarily، ودي طبعا للناس اللي فوق 67 سنة. طيب بعد ما بيقدموا بعد سنتين ممكن يقدم بقى على طول على الفيزا التانية اللي هي 864، اللي هو السب كلاس 864، اللي هي الكونتريبيوتوري ايج بيرنت فيزا، اللي هي البيرمننت، اللي هي this is the permanent visa، خليك تقعد في استراليا مدى الحياة. طبعا الفيزا دي يعني اقول لي غالية جدا، تمنها حوالي 47,000 دولار، بس دول اللي فوق طبعا زي ما قلت 67 سنة. طبعا برضو بتخليك تقعد في استراليا مدى الحياة، وطبعا بتبدأ بقى تاخد ميديكير، وتبدأ تاخد بينشن، وتاخد تعيش حياتك كأنك أسترالي عادي. معايا لو جينا نشوف الإليجيبيليتي، برضو لازم يكون عندك سبونسر ابن يضمنك. أوكي. لازم يكون الإيج، لازم تكون old enough فوق 67. لازم طبعا meet health requirement، ودول طبعا كلهم أنا شرحتهم بالتفصيل في الخطوة اللي فاتت. أوكي. طيب طب لو هو اقل من ال 67 فهتقدم على الكونتريبيوتوري بيرنت فيزا، اللي هي في الاولانيه اللي هي الكونتريبيوتوري بيرنت تمبرالي فيزا، اللي هي الاولى دي 173، وبعدين البيرمننت اللي هي 143 سب كلاس. الفيز في استراليا بيبقى لها ارقام، ماشي، اسم ورقم. اوكي. ف هنيجي هنا للcontributory parent temporary visa، ده طبعا اللي اقل من 67. طبعا الفيزا برضو بتدي لك بسنتين، ولكن تمنها ارخص شوية من الاولانية 31,000 تمن عشان تقدم على الفيزا دي. طبعا ممكن تدفعهم اقساط معايا، وبتخلي ابوك او والدتك يعيشوا في استراليا. طبعا برضو you will not receive a government support، وبعدها ممكن تقدم على البيرمننت ريزيدنسي اللي هنا هنشرحها دلوقتي. طبعا لازم برضو يكون
ليك ابن موجود مقيم في أستراليا أو مع الـ permanent residency، أو يكون eligible New Zealand citizen. وطبعا إن قلنا الفاميلي تيست اللي هو لازم يكون نص أولادك أو أولادها أو نص أخواتك مثلا يكونوا موجودين في أستراليا ومعهم الجنسية الأسترالية أو الـ permanent residency. طبعا برضو نفس طريقة الشرح اللي أنا شرحتها في الفيديو السابق معايا. طيب بعد ما سنتين ممكن تقدم بقى على الجنسية الدايمة، ماشي. وطبعا الفيزا دي تمنها 47,755 دولار أسترالي، غالية طبعا جدا، ودي طبعا بتخلي والدك أو والدتك ياخد الجنسية الدايمة، وبعدها يقدر يقدم على الباسبور الجنسية، ياخد الإقامة الدايمة قصدي، وبعدين يقدر يقدم على الجنسية وبعدها الباسبور الأسترالي. طبعا لازم يكون برا أستراليا أو في الوقت في وقت التقديم، بعد سنتين يرجع وتكون مقدم. طبعا برضو نفس الشروط القديمة اللي أنا شرحتها قبل كده، وبرضو لتشيك إليجيبيليتي apply as a retiree. Okay, you can apply for a parent's visa as a retiree if you okay. نفس الشرح القديم برضو، يعني بحاول ادور على حاجه جديده اشرحها. هيلث انشورنس طبعا لازم تكون شريره هيلث انشورنس. If you apply for this visa as a retiree you must insurance until you guarantee the permanent visa. بتشتري طبعا هيلث انشورنس، بتاخد هيلث انشورنس كده وتروح على جوجل، بتلاقي شركات كتير بتعمل بتبيع الهيلث انشورنس في استراليا، ماشي، او موجودين في استراليا مثلا. بتختار اي شركة معينة وبتعمل كومبير ما بين الشركات، كل شركة بيبقى لها سعر، والسعر كل سعر بيختلف من شركة لشركة معايا. ونفس المميزات ما فيش فيها اي حاجة جديدة. وطبعا لو عايز تقدم على الفيزا بتعمل ابلاي، برضو تقدم على الفيزا بتعمل ابلاي للفيزا اونلاين، برضو مش محتاج ان انت تقدم عليها. بتقدم على الفيزا طبعا اونلاين، ومش محتاج ان انت تقدم تختار محامي هجرة. وطبعا انا شرحت محامين الهجرة في الخطوات السابقة، هتلاقيهم موجودين، هتلاقي الشرح موجود في الفيديوهات السابقة. طبعا في نوع ثالث من انواع الفيز اللي هو السبونسرد بيرنت تمبرالي فيزا سب كلاس 870. طبعا ايه هي الفيزا دي او شروطها بتبقى عبارة عن ايه؟ الفيزا دي بتخليك طبعا الفيزا دي بتخلي مش شرط تقدم على ما هيش فيزا جنسية الدايمة او اقامة دايمة قصدي سوري، او ما هيش فيزا permit temporarily او الكلام من ده مجرد فيزا بتخلي الوالد او الوالدة يجي يقعدوا معاك في استراليا لمدة 3 سنين او لمدة 5 سنين، وساعات بتوصل لمدة 10 سنين، يعني على حسب، بس ما فيش شغل طبعا في استراليا. الفيزا اللي بتخليك تقعد من 3 ل 5 سنين، طبعا تمنها 3 سنين تمنها 5000 دولار، 5 سنين تمن الفيزا 10000 دولار. وطبعا اي حد يقدر يقدم على الفيزا دي، بس لازم يكون approved parent sponsor. يعني approved قبل ما تقدم على الفيزا دي لازم تقدم انك تكون approved parent sponsor. ده لو انت استرالي الجنسية ومعك permanent. فايه هي شروطها؟ اول حاجة ان انت لازم تكون استرالي الجنسية او معك الاقامة الدايمة، واتليست موجود في استراليا بقالك 4 سنين. you have not been لما تكونش unlawful، يعني ما كسرتش فيزا قبل كده، او ما كنتش على bridging فيزا في خلال ال4 سنين اللي فاتوا. you must meet and comply with any previous sponsor. لما تكونش يعني ما تكونش عملت sponsor ship قبل كده لحد وما التزمتش بيها، ما يكونش عليك فلوس للجوفرمنت
لازم يكون عندك دخل minimum income في السنة يكون عبارة عن حوالي 83,000 في السنة دخلك السنوي. طبعا لو دخلك ما بيجيبش 83,000 ممكن تجمع حد معك يكون مثلا ابنك او زوجتك بحيث ان دخلكم انتوا الاثنين يبقى 83 83,000 في السنة، وده طبعا نفس الكلام ده. طبعا دي برضو حاجة رمزية ان يكون you must meet the character requirement اللي انا شرحتها قبل كده. طيب